thank mm -hmm. you مساء الجمال مساء المحبة لكل اللي قاعد يتابعون حلقة جديدة من برنامج رايكم شباب نتواصل معكم من خمس لغاية ست على شاشة تلفزيون الراي مواضيع جميلة ومفيدة لكل الشباب اللي قاعدين يتابعونا مساءكم بالخير نقول لي زميلتي الشيخة. مساء الخير يا شيخة مساء الوردة يا مشاعل مساء الخير لمشاهدي شاشة الراي في حلقة جديدة من برنامج رايكم شباب مثل ما عودناكم كل يوم احنا نتواصل معكم من خمس لست مواضيعنا الشبابية اليوم السبت خلينا نتكلم شوي عن الويكند شنو سويتي؟ ايه؟ أه طبعا امس رحت اتغديت و... رحت سينما، شفت فيلم حلو يعني كان ويكند سعيد الحمد لله يا رب العالمين زين شنو الفيلم <applause> عشان نروح؟ ما اعرف اسمه بس انه الفيلم اكشن اوكي يعني اوريك اعرف صورته بس ما اعرف اسمه يعني ما قريت اسمه خلاص <applause> بس نخلص وريني صورته حتى اخواني يوم قاعد يسولون شنو اسم الفيلم قلت لهم والله ما ادري انا يعني بس دخلت شيء يعني ترى في ناس وايد مشاعل انهم يروحون الافلام كذي بس الصوره عجبتهم دشوا ما يعرفون الاسم والقصة. ولسم. يعني اقرا هذا المختصر اللي يحطونه عنه إيه؟ يلفتني ادخل اوكي يعني حلو زين يعني غيرتي جو انا وين رحت في الويكند صدقيني نسيت ترى <applause> نسيت اي زواره امس اي زواره اهلي آه يوم الخميس ما اذكر صراحة ما تبكي وين رحتي ما بس المهم انه كان حلو المهم انه اي كان أوه. حلو تبشر بالخيل لانه مطر برا اكيد بس اليوم شوية الاجواء ممكن تتلخبط قاعد يقولون انه ممكن يصير اغبار ومطر واشياء فما يخالف حطوا بالكم آه شوية خلينا نبلش آه مواضيع حلقتنا لليوم وفقراتنا اول شيء راح يكون معنا التقرير راح نتعرف عليه على دوري مناظرات جامعة الكويت لمؤسسات التعليم العالي وراح يكون عندنا ضيوف بالاستديو اكيد راح نتعرف اكثر تفاصيل كثيرة عن هذه المناظرات ايضا عند عندنا موضوع جميل وشيق فعاليه طبيه مميزه لي تيدي طبعا الكلمه اللي انا قلتها بالانجليزي على مسؤوليتهم عشان رح راح يطلعون معنا على الهواء وراح ندردش معاهم عن اسم هذه الفعاليه وشنو تتضمن هذه الفعاليه من مواضيع واشياء جميله بس بالاكيد بما انها فعاليه طبيه راح تكون ان شاء الله مميزه كل عليكم تتابعون حلقتنا للنهايه عشان تعرفوا شنو عندنا نعم انا وايد متشوقه ان اتعرف عليهم اكيد مشاعل نرد حق موضوع حلقتنا موضوع حلقتنا اليوم يقول هل كل معلومه تقراها من جوجل صحيحه هل تحس ان يعني معلومات جوجل فيها مصداقية أكثر من أنك تقرأ معلومة من كتاب هذا موضوع حلقتنا اليوم تواصلوا معنا خلال التويتر أتريكم أس والإنستغرام الفيسبوك إيميل البرنامج والأرقام الظاهرة أكيد أسفل الشاشة شايت موضوع حلقتنا هل تحسين أن جوجل معلوماتك كلها فيها مصداقية أو أحسن لك نشتقرين بكتاب لا طبعا مو كل معلومه احنا ناخذها من جوجل معلومه صحيحه يعني لازم تاخذين معلومه من اشخاص مختصين لان يعني لما تحطين مثلا سؤالك في جوجل مثلا الكوكب الفلاني او الشغله الفلانيه او الشغله الطبيه م. يحط لك تجارب اشخاص صح يعني انا صح ممكن تكون تجربتي غير عن الشغله اللي انت حاسه فيها او غيرها آه. فمو كل شيء كتب على جوجل صح آه. وبعدين احنا بالجامعه ما ناخذه كمرجع صح لانه مو كل شيء ينكتب صح لانه في ناس يدشون يكتبون بس فانت ما تدرين اذا معلومته صحيحه او لا انا اقول مثلا اذا انت ما كتاب حق هذه المعلومات وتبي تعرف المعلومه تفتح جوجل تكتب مثلا كتاب عن الشيء الفلاني اكيد يكون موجود الكتاب بجوجل فتنشي الكتاب واقرا راح يكون صح لان حتى في كتب بجوجل راح تطلع لك وتقرا وتاخذ معلومتك اللي انت تبيها و... و... وتكون مستعج... في اهم شغله ان احنا ما ناخذ المعلومات الطبيه من جوجل صح هذا اهم شيء عندنا لان آه... وايد اشياء مثلا في ناس يكتبونها حاسين فيها ما تكون صحيحه يعني اذا انت كنت حاسب تعب أقول شيء انا صار فيني قبل فتره حلو حلو يا شيخه حياتي آه... على اقول لك حسيت بشغله فدخلت كتبت بجوجل ان ابي يعني اعرف شنو هذا الشيء فما يصير اقرا كل شخص تجربته غير عن ثانيه يعني انصدمت يعني حسيت خاصة انا الحين مريضه وكذي فما يصير صح. لازم اروح حق طبيب هو اللي يقول يعني هذا اهم الاشياء انه ما تتخذون جوجل مرجع يعني مو بس كذي يعني في مثلا خلطات احنا قاعد نتكلم معلومات بشكل عام طبعاً. بس قاعد نقول طبعا تجاربنا مع جوجل انه دائما لما تجين مثلا يبون البنات اكيد يدورون خلطات حق الوي يدورون كريمات طبيعيه يسوونها بالبيت ممكن يدشون جوجل وياخذون هذه الاشياء ويسوونها وتكون مضره لهم. صح. فانا عندي انك تروح حق شخص مختص حق طبيب مثل ما قالت مشاعل أه يعني احسن لك انت. صح اي معلومه احنا يعني نقول مو بس الطبيه اي معلومه انت حاب تاخذها أه يعني مو شرط تكون أه معلومه طبيه حتى في دراستك يعني حتى معلوماتك عن أه بحث بتسويه دائما لا تتخذ أه جوجل أه يعني مرجع لك في عندنا الموسوعه العربيه العالميه نعم. في عندنا موسوعات كثيره ممكن احنا نرجع لها اذا مو حابين انكم تاخذون المعلومات من جوجل وتطلعونها بشكل سريع ومختصر، مثل ما قال الشيخه في بدايه حلقتنا ان عندنا دوري مناظره جامعه الكويت لمؤسسات التعليم العالي، طبعا من كل كليه كانوا يتنافسون في جامعه الكويت بعدها خذوا افضل الطلبه وصاروا ينافسون في كليات التعليم العالي او كل جامعات التعليم العالي على مستوى دوله الكويت، خلينا نشوف جزء من هذه المناظرات ونرجع لكم مره ثانيه. اليوم متواجده كاميرا ترايكم شباب لمتابعه انشطه وفعاليات طلبه الجامعه اليوم راح نسلط الضوء على دوري المناظرات بين الطلبه تابعونا هذه الفعاليه مناظره بين طلبه الجامعات على مستوى الكويت وهذا شيء تشجيعي حق الطلبه انه يصيرون لغه الحوار وشلون يقدرون يتناقشون مع بعض وعن مواضيع معينه وهذا يشجعهم على التحدث يعني هل تتوقع ان الطالب راح يستفيد بشيء ثاني من هذه المشاركه اكيد اكيد يعني هم كطلبه يعني حتى ابسط شيء على مستوى الجامعه وهذا كبرزنتيشن واللي مثلا بالمستقبل يبي مثلا مجال سياسي المحاماه الحقوق وشذي يعني الطالب يستفيد طبعا كتحدث وهذا وايد يستفيدون طبعا اكيد في استفاده لان المناظره عباره عن طرفين وفي تبادل بالراي يتعلم الطالب طريقه او اسلوب الرد على الطرف الاخر وابداء الراي والتناظر بروح حلوه روح جماعيه رجعنا وراح نتكلم عن موضوع مناظرات جامعة الكويت لمؤسسات التعليم العالي على مستوى دولة الكويت، طبعا هذا الموسم الثاني ليش اللي تغير عن الموسم الأول؟ شنو الأشياء الجديدة اللي, اللي صارت فيه؟ وشنو يميز هذا الموسم؟ خلونا نرحب بضيوفنا اللي منورينا داخل الاستديو أكيد الطلاب المميزين في جامعاتهم، بداية نرحب بلولوة الخطاف طالبة في فريق جامعة الكويت، حياك الله يا لولوة. الله يحييك. طبعا يشرفني أن أنت تكونين زميلتي في نفس الجامعة ونفس الكلية. أيضا عندنا عبد الرحمن المطيري طالب في كليه القانون الكويتيه العالميه حياك الله يا عبد الرحمن منورينا يا شباب منورينا اكيد لكم. حياكم الله معنا في لايكم شباب خليزكم. بدايه عبد الرحمن بنتعرف اكثر عن هذا دوري المناظرات طبعا هو دوري المناظرات هذه السنه الثانيه اللي قيمة جامعة الكويت على مستوى مؤسسات التعليم العالي نعم. وهذه المشاركة الثانية لنا إحنا بالنسبة ككلية القانون انطلاقا من بدايتها هو دوري للأمانة جمع بين شغلتين ضروريتين هي المعلومات اللي من الممكن أنه وبالتأكيد يكتسبها الطالب من خلال البحث الدؤوب عن الحقيقة لأنه ما يعلم عن الموضوع اللي من الممكن أنه هو يفاجئه وبعد ذلك يعطينا شيء مهم ومن الممكن أن نفتقده في بعض الأحيان هو احترام الرأي والرأي الآخر و. سياسة الإغناع أو عدم الاقتناع في هذه الأمر وهذه صحيح. سياسة الأمانة من الممكن أن نفتقدها في الوقت الحالي إلا صحيح. ما قل وأشوف أن هذه المنافسة تنبميها بشكل كبير جدا على احترام الآراء الثانية وحتى من الممكن أن الشخص نحط في موضوع يختلف عن قناعاته شخصيا صحيح. ومع ذلك فينجبر أن يشوف هالموضوع من جانبه بعكس لما يكون متحجر على الراي نفسه فياخذ منه الشيء الصحيح بعكس الشيء السلبي يعني فعلاً. اذا كان هناك اشياء سلبيه ونشوف انها استفاده كبيره جدا. فعلا طبعا بما انكم انتم طلاب ومميزين يعني ما في اي طالب ممكن يوصل الى هذه المرحله يعني ويكون في هذا الدوري المميز دول شنو اللي يميز دوري المناظرات الموسم اللي طاف عن هذا الموسم؟ أه طبعا اكيد في اختلاف بين الموسمين الاول اول شيء في جامعة جديده دشت هذا الدوري أيه؟ والشيء الثاني بالتحكيم نفسه صار في اختلاف بالتحكيم كان بدايته كان موظفين فقط اللي يحكمون او نقدر نقول مدربين يعني من هالمنوال لكن الاختلاف اللي صار بالحين قام يشركون الدكاترة بعملية التحكيم، يعني نعم. بالنسبة لي أشوف هذه خطوة جدا إيجابية. صحيح يعني وأصعب ترى. آه إي لأن الغالب المدربين أو حتى المشرفين أو الموظفين يشوفون الجانب الفني أكثر، لكن إذا كان في دكاترة يشوفون الأمور الضمنية. فعلا. فهذا الشيء يعني يخلي الدوري يكون أفضل من الموسم الأول. صح. نعم، صراحة أنا كنت منك وشفت إبداعاتكم ما شاء الله عليكم مبدعين فيها، عبد الرحمن نبي نعرف يعني إحنا شفنا شوية من المناظرة، بس نبي نعرف شلون طريقة المناظرة تكون. المناظرة هي في موضوع ينطرح قبل عشرين دقيقة من بعد المنافسة من بدء المنافسة مم. خلال العشرين دقيقة هذه يجهزون الأفرقة المتضادة ضد بعض يجهزون سواء كان موالاة أو معارضة نعم. وهذه طبيعا هي بالغرعة تكون ففي في فترة العشرين دقيقة هذه تجهز المحاور وتجهز هو الفريق اللي يجب أن يشارك أربعة رسمياً ولكن في المناظرة نفسها يكون واحد الاحتياط والمنافسين الفعليين ثلاث منافسين نعم. تتقسم المحاور على حسب اللائحة الموجودة اللي وضعتها جامعة الكويت نعم. طبعا مدة كل متحدث هو خمس دقائق للمتحدثين الرئيسيين وثلاث دقائق لخطاب الرد وغير ذلك هناك الفترة هذه العشرين دقيقة يعني يختلف مثلا فريق المعارضة يكون في خارج القاعة أما فريق الموالاة يكون داخل التجهيز في تنظيم على هذا الأمر و حلو والحمد حلو لله يعني حلو. نعم جميل نوعية المواضيع اللي يطرحونها عليكم يعني شنو تكون غالبا يعني أنت جربتي كذا مرة صح؟ أي عدل أي آه طبعا لاني انا شاركت من اكثر بطوله بس مو بطوله مؤسسات حتى في كليات جامعه الكويت طبعا المواضيع تختلف لان م. أغلبنا مثلًا نكون من يعني من جامعات مختلفة تخصصات اللي فيها أساسًا مختلفة، فطبيعي تكون مواضيع مختلفة مواضيع سياسية اقتصادية إعلامية أه. يعني صحية طبية يعني كل شيء تقريبًا لكن خصوصًا إذا قربنا من نهائي أو نص نهائي يكون مواضيع تكون أكثر قوة من مواضيع اللي تكون بالجولات العادية أو ممكن يأخذون موضوع يعني لا صدى بالساحة حالياً مثل أه. يعني يعني مواضيع تطرح اساسا يكون عندها جدل مشاكل وتهم الشباب اي اه بالغالب يعني على حسب مو شرط يعني تهم الشباب يمكن قضيه سياسيه سياسيه مثلا مثلا على دول الخليج ان تستضيف اللاجئين في دولها مو شرط يعني تكون القضيه شبابيه يمكن تكون قضيه عادي دوليه عالميه صح. بس إن نقدرون الشباب يوصلون وجهه نظرهم من خلال هذه القضيه ممتاز طبعا احنا بنقول لكم الله يوفقكم ان شاء الله وان شاء الله إيه. الفايز اكيد يكون منورنا هنا في البرنامج <applause> إن طبعا شرفنا انكم موجودين معنا خطاف وعبد الرحمن المطيري نورتونا يا شباب ممتاز. طبعا احنا بنكمل معاكم حوارنا وكلامنا والمناظره المميزه لكن نطرنا بعد البريك رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل نكمل حوارنا حول دور دوري المناظرات في جامعه الكويت لمؤسسات التعليم العالي عبد الرحمن حياك الله ونورت حياك الله معنا مره ثانيه عبد الرحمن خلينا نتكلم عن اجواء المنافسه شلون كانت في هذه السنه آه، الامانه اجواء جميله جدا و... لن اقول يعني اختلفت عن السنه اللي طافت لان ال... الاشياء هذه موجوده نفسها هي مم. المنافسه و طريقة المناظرة نفسها فهي تشد شوي و ما تحس عبد الرحمن ممكن يعني مثل هذه المنافسات هي منافسة قوية، ما تحس انها ممكن تخلق عداوة بينكم ولا لا؟ لا لا بالعكس بالعكس هو لدرجة حتى بعد انهاء الموضوع وبعد النتائج يعني الفريق الفايز قاعد يشكر عكس. الخسران والعكس كذلك فبعيد كل البعد اذا هو الهدف نفسه ما اعتقد اذا كان في تشاحن او غيره راح يكون موجود في طور هذا الهدف الموضوع اساسا هو احترام الراي والراي الاخر لانه راح يكون بعكس الهدف الموجود اساسا نعم. صح طبعا هيئونكم شلون تكونون ان شاء الله قياديين في المستقبل ده ده ده. يعني انا اتمنى إنه في يوم من الايام الاقيكم يعني في مجلس الامه في هذه المناصب الرائعه لان الفك... فعلا تستحقون هذه الاماكن عندكم لباقه عندكم ثقافه واشياء مميزه طبعا لولو اول شيء تنافستوا على مستوى جامعه الكويت بين الكليات كلها بعدين الحين صرتوا تنافسون الكليات الثانيه شلون شايفين هذه المنافسه جامعات قس الجامعات إيه. الثانيه عدل بالبدايه يعني كانت بين كليات فعادي اساسا يعني طلبه من جامعتنا جامعه الكويت بس انه مختلف الكليات يعني كانت تجربه على نطاق يعني اضيق ما نقول لكن اذا كانت على الجامعات يكون في ثقافات مختلفه اساسا لان صح. الجامعه مكان ثاني او حتى الدراسة عندها مختلفة فتكون أصعب تكون العقليات جايتنا بشكل أكبر وأوسع عندهم معلومات أكثر أخبار أكثر طريقة التدريب عندهم مختلفة لكن إذا كان بجامعة الكويت بس أنا بالنسبة لي تكون المنافسة ممكن نقول أسهل بس جامعات تكون اصعب واوسع يعني هم نستفيد خبرات بيننا وبين بعض شنو اكثر بس عفوا شيخه بس بسالها سؤال اكثر جامعه تحسين راح تنافسكم بشكل كبير من آه جامعه العربيه المفتوحه شباب وجامعه القانون شباب اللي هم نعم. <applause> زين وجامعة العربية المفتوحة شباب هم من يعني ما شاء الله عليهم عندهم قدرة وعقليات ويعني أقوي يعني هم صحيح. نعم يعطيكم العافية إن شاء الله تفوزون <applause> في هذه المناظرات عبد الرحمن خلينا نتكلم عن المناظرة لما تكون يعني لما تكون أنت قاعدة تخاطب أنت تكون مثلا قاعد تخاطب ما تحس برهبة قدام الدكاترة ما تحس أو شنو ممكن هي المناظرة تضيف لك أنت كطالب هو أول شيء من ناحية الرهبة أو غيره هي تكون في البدايات اذا كان الشخص يعني اول مره يدخل هذه المنافسه وغيرها لكن مع التدريب ومع التعود على الطريقه وعلى الاستراتيجيه الواضحه للمناظره نفسها م. راح يكون عفوا <applause> راح يكون قادر راح يكون قادر وتبتعد هذه الرهبه كليا مع الممارسه نفسها صح. من ناحيه الاضافه الامانه اضافت لنا امور كثيره <applause> من ناحية المعلومات كما ذكرت في البداية لأن قاعد نتوسع في ناحية البحث بشكل كبير يعني مواضيع في التخصص وفي غير التخصص لوضع احتياط لأي موضوع يطرح في الغادم أو في المنافسة وهذا شيء فادنا من ناحية الكم المعلومات الكبير <applause> اللي نتسلح فيه قبل لا ندخل البطولة وعسى الله يوفق الجميع ان شاء الله صحيح لولو يعني اكيد المشاركه في هذه المناظرات لها هدف معين سواء لك او لزملائك هل تحسين انك انت حققتي هذه الاهداف من خلال مشاركتك في دوري مناظرات جامعه الكويت؟ هدف من اي ناحيه؟ هدفك انت كطالبه انت مشاركه بالمناظره ليش؟ أه... عندك هدف معين صح؟ اوكي آه طبعا يعني المناظرة وايد تفيد الطلبة أساسا مثل أيوة. ما ذكرنا يعني قبل هالشيء مثل ما ذكرنا تقوي أساسا القدرة عندنا على البحث والمعلومات والأخبار وأساسا حتى الشخص اللي أساسا يتحدث بس ما عنده القدرة الكاملة على مواجهة الجمهور يكون أكثر قدرة أنه يواجه الجمهور حتى لجنة التحكيم الطلبة تبادل ثقافات وغير كذي يعني أنا هدفي كشخصي أي أنت آه يعني ابي اوصل بالمناظرات الى نطاق اكبر يعني من قبل انا شاركت بطوله دوليه كانت okay. بقطر كان 2011 وان شاء الله بس خلينا مركز 13 عالميا يعني okay. اتمنى ان شاء الله مقبلا راح تكون في بطوله السنه الجايه ان يعني اخذ فيها من المراكز الثلاث الاولى يعني هذا هدفي مو يعني انا يعني مو مجرد ان بالكويت فزت الحمد لله بالبطولتين المركز الاول خلاص يعني لازم ما اشوف وايد محليه، لازم خلاص اطلع على العالميه لان اكثر شيء انا اشوف لولو تبي توصل حق العالميه في مجال المناظرات، لان وايد حبيت يعني المجال هذا. نعم, نعم. طبعا هذا أه آه هذه من من طرف شخصي، اكيد احنا بنعرف م. من عبد الرحمن الهدف من هذه المناظره، الهدف بشكل عام شنو هو؟ بشكل عام ذكرنا يعني بدايه انه هو الكسب المعلومات واحترام الراي والراي الاخر و وكذلك حتى موجود في اللائحه الفنيه للمناظرات بان الهدف منها هو تطوير واخراج جيل شبابي يحترم الراي والراي الاخر ومتمكن خطابيا وكذلك من حيث المعلومات وحتى اذا كان في قادم الامر يعني هالشيء ما راح يفيدنا احنا في مرحله الدراسه الجامعيه بالعكس من ممكن بعد التخرج راح يكون الشخص ما عنده اي رهبه من مناظره في اي موضوع وإذا كانت في مناظرة تنافسية ولا يعلم ما هو الموضوع ويبدع بهذا الإبداع فكيف إذا كان لديه لغة الخطابة ولديه كامل الإمكانيات ومعرفة الموضوع وطرح كل هذا الشيء قدامه فنشوف إنها تفيد حيل من الناحية اللي ذكرناها. طبعا أكيد هي مكسب للجامعة يعني عندها طلب مميزين اكيد مكسب لكم انكم شاركتوا في هذه المناظرات المميزه طيب الحين بنتكلم الجولات كم جوله هي المناظره هذه اللي صارت الحين آه على مستوى دوله الكويت هي المفروض خمس جولات بس أوكي. آه اول ثلاث جولات اللي هم يختارون منها من راح يتاهل حق نص نهائي أوكي. فثلاثه نص نهائي وحدة نهائي يعني خمس جولات شلون كانت الجولات الاولى آه ثلاث جولات الحمد لله احنا الفريق الوحيد جامعة الكويت طالبات فازوا ثلاث جولات ابتساح ما شاء الله آه وشبابنا يعني شباب جامعة الكويت بس يعني ما ما, ما تأهلوا حق نص أي بس احنا اللي تأهلنا طالبات جامعة الكويت نعم. فيعني ان شاء الله يعني نوصل حق نهائي مو بس انه نص نهائي ان شاء الله نعم تو سألنا عبد الرحمن احنا انه إن. إن شنو تضيف لك هذه المناظرات شنو تضيف لك انتي؟ تضيف آه لي وايد اشياء آه القدره على التكلم على المحادثه يعني يمكن انا اعرف اتكلم بس اكثر شيء نتقوى اساسا الجانب الموجود عندي يمكن في كلمات باللغه العربيه قواميس اللغه العربيه يعني داخل يعني صعبه شوي ممكن اتعلمها يعني اساسا تفيدني لما الواحد يتكلم اللغه العربيه 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 اساسا لجنه التحكيم قدامه تقول هذا الانسان مبدع عنده ثقافه عربيه اكثر من غيره فما قاعد يتكلم بالاشياء البسيطه باللغه العربيه يعني ما ويد وايد اشياء من الناحيه نعم, نعم. طيب عبد الرحمن تكلمت نعم. عن مواضيع وايد من خلال المناظرات طيب وصلت الى حلول لهذه المشاكل يعطيكم اياها او المواضيع اللي يطرح لكم اياها هو يجب ان في بعض المواضيع يجب ان يضع حل سواء في المنافسه او من نعم. ومن امثله هذه المواضيع كان موضوع ساخن على الساحه حاليا وهو موضوع غير محددي الجنسيه نعم. وكان موضوع المطروح هو يرى هذا المجلس بانه يجب ان يوجد حل جذري لمشكله غير محددي الجنسيه فقعدنا نتناقش في الحل من عدمه وكنا احنا يعني مع الاسف في ثلاث الجولات اللي وضعنا فيها كانت المواضيع ضد توجهاتنا آه و ارائنا الشخصيه نعم. آه نهائيا ولكن الحمد لله خسرنا في الجوله الاولى وفزنا في الجولتين الثانيين مع جامعه الخليج ومع طلبه جامعه الكويت نعم. وتأهلنا والحمد الحمد لله الله. الحمد لله الله يوفقكم لولو أه بس ما تحسين أن مثلا هذه المناظرات أه يعني تكون بس بين طلبة جامعة واحدة ولا أحسن أن يكون بين كل الجامعات اللي بالكويت أه طبعا افضل أن تكون بين كل الجامعات يعني انا اتمنى مستقبلا أن يوسعون نطاقها اكثر مو بس جامعات يعني ممكن تكون شامله يعني مثلا بطوله بطوله الكويت الكبرى تكون شاملة حق ممكن طريقة فردية أو طريقة إن طريقة شباب مثلا من عمر ثم 18 إلى 25 يكون لهم فريق نفسهم ويدشون يعني يكبرون نطاقها بس يعني كنطاق مثل ما ذكرت أنه على جامعات أشوف يعني هذا شيء أحسن من أساسا كلية لأن أنت قاعد مثل ما ذكرنا قبل شوي إن أساسا قاعد تشوفين ناس مختلفة وبيئات مختلفة حتى يعني طريقة تفكيرهم يعني وايد يعني هالشيء اضاف لنا احنا شخصيا. نعم فحر. طبعا عبد الرحمن ولولو انتم طلبه جامعه يعني فاكيد إنه. عندكم كلاسات، اكيد عندكم التزامات، إنه. اكيد عندكم، إنه. هل واجهتوا صعوبه من خلال مشارك مشاركتكم في هذه المناظرات؟ آه للامانه يعني لولا آه تذليل الصعوبات من قبل الاداره الجامعيه لكليتنا آه اساسا لما استطعنا المشاركه في هذه الفعاليه، اولا كانت من حيث وضع ورش عمل تناسب الجميع، لان كان عندنا بريك جامعي يناسب جميع الطلبه من السنه الاولى الى السنه الرابعه، فكنا نتدرب في هذا الوقت، اما من خلال الورش التدريبيه اذا كنا نخرج خارج الكليه فمشكورين الاداره الجامعيه، كانوا حريصين جدا بان حتى اذا فاتتنا الكلاسات بعض الكلاسات اذا فاتت في الايام القادمه تعادلنا من قبل التي اي في الكليه لي عشان لا تضيع علينا المسار اللي قاعد يمشون عليه الزملاء في الدراسه ولا يكون التركيز فقط على الجانب اللي هو المناظرات في والفعاليات وكذلك عدم نسيان الجانب العلمي وهو الاساس اللي دخل الطالب في نعم. هذه الكليه ومن هذا المنطلق اشكرهم على هذا الحرص نعم. الدؤوب من قبلهم في اكيد شيء حلو ان انت لما تبي تسوي شيء وانت عندك دراسه اكيد هم يقدرون هذا الشيء وقاعد يقدرونكم صحيح. يعطيكم العافيه ويعطيهم العافيه اكيد لولو آه. اكيد في في الدوري هذا شروط وقوانين لازم الطلبه يمشون عليها ما تحسين في قانون لازم يتغير او ممكن انه يتعدل قوانين المناظره نفسها يعني أو اساسا قوانين المناظره يعني جايتنا من اسس دوليه يعني مع بطوله اساسا دوليه مال المناظرات فما أنها تتغير يعني المتحدث الاول عنده كذيك يعني شيء معين ما يقدر يغيره نفس الشيء الثاني نفس الشيء الثالث وايضا خطاب الرد يعني اساسا نعم. هذه مقاييس دوليه ما نقدر نغيرها لان هي اللي تبني اساسا مناظره صحيحه على اسس نعم. علميه يعني تحسين القوانين صحيحه يعني اي انا اشوفها نعم. جدا ممتازه وموضوعيه ومستحيلها انها تتغير يعني بعدين نعم, نعم. اكيد وانت طلب ممتازه واكيد انت عبد الرحمن طلب ممتاز نراكم التوفيق ان شاء الله والله يسهل عليكم ان شاء الله الجولات اللي جايه ويوفقكم خصوصا ان في شروط يعني صعبه جدا يعني من خلال هذه المناظرات وانتم طلبه متميزين عشان كذي وصلتوا الى هذه المرحله تحيه كبيره لكم للخطاف وعبد الرحمن الرحمن وكل التوفيق لكم يعطيكم العافيه نورتونا اليوم في رايكم شباب وتمتعنا بالحديث معكم الله يوفقكم إن, ان شاء الله في هذه المناظرات يعطيكم العافيه مشاهدينا احنا مكملين معكم فقرات رايكم شباب من بعد الفاصل نطرونا رجعنا لكم من بعد البريك وفي بداية الحلقة تكلمنا عن موضوع شيق هي فعالية طبية لي تيدي بير رح نتعرف على هذه الفعالية المميزة طبعا كانت مقامة من قبل فترة قليلة ورح ترجع تصير مرة ثانية في الأيام المقبلة طبعا خلونا نرحب بضيوفنا المميزين والرائعين ولبسهم الحلو موجودين معنا بداية نرحب بعبد الله كنديري عضو في فريق التطوع في مستشفى تيدي بير حياك الله وأيضا معنا البنوتة الحلوة دلال الحمدي عضو في فريق التطوع في مستشفى تيدي بير حياك ما شاء الله دلال. مشهور. حياكم الله عبد الله ودلال نورينا okay. اليوم في استديو رايكم شباب، بداية نبلش معاش دلال نتعرف أكثر على فعالية تيدي بير شنو هي؟ تيدي uh, بير هو مشروع uh, عالمي موجود <applause> بمستشفيات ومدارس uh, كندا، ألمانيا، يابان موجود ب... هي فكرة uh, أن طلبة الطب يروحون المدارس أو المستشفيات ويستعملون الدب كمريض ويسوون عليه التجارب او الاشياء اللي ممكن يمر فيها الطفل بالمستشفى مع الطفل الطفل نعم. يكون الدكتور والدب يكون المريض نعم. فمني آه الـ الـ يصير انه يكسر حاجز خوف الطفل من الدكاتره ومن المستشفى لانه يكون الطفل مرتاح نعم. ومتفتح اكثر انه يتعلم لانه ما قاعد يصير شيء حقه هو يصير على الدب آه ف تيدي بير هوسبيتال مسوينه احنا ب 360 مسوينه على آه موديل مستشفى وحاطين فيه محطات فالطفل مم. اول ما يدش المستشفى راح يدش على محطه الفحص الطبي العام اللي يكون آه منه مثلا السماعه او الحراره او الضغط مم. ويمر وكل شيء يصير على الدب نفسه مم. بعدين يمر على الصيدليه ويتعلم ان اهميه ان ان الدواء هو مو حلاوه مو اكل <applause> فيتعلم انه لازم تاخذ الدواء بنفس الجرعه مثلا اللي الدكتور قال لك اياها <applause> بعدين يمر على الاشعه يتعلمون إن احنا عاده الدكاتره ما يشرحون حق الطفل شنو مم. هي الاشعه، صح يدخلونه بغرفه ظلمه و... ويكون خايف ويقولون له اقعد اصعد لف مني لف من ومو عارف شنو شنو هو بالضبط قاعد يصير له، فمني نشرح له ويستانسون وايد على انه يقدرون يشوفون عظامهم او العظام اللي داخل جسمهم ويستوعبون شنو هي الفكره. ممتاز. بعدين عندنا محطه العمليات ومحطة الإبر والبنك الدم نعم. وبعدين محطة الأسنان لأن هذا أهم شيء يخوف مو بس اليهال حتى الكبار صح. وبعدين آخر شيء عندنا عشان مثل ما تعرفون أن بالكويت عندنا السمنة قاعد تزيد فعندنا محطه التغذيه نعلم الطفل الفرق بالضبط نعلم الطفل الفرق بين اللانش بوكس الصحيه واللانش بوكس المو صحيه نعم ممتاز اكيد دلال كفيتي وفيتي راح نكمل ايضا في اسئلتنا عبد الله حبينا نعرف ان هذه الفعاليه تقع تحت اشراف منو؟ هي الفعاليه كلها تحت اشراف طلبه كليه الطب نعم هم متطوعين من كليه الطب في 260 متطوع هم كلهم ما. تابعين حق كليه الطب وكلهم طلبه في كليه الطب، هاي الطلبه كلهم تحت اشراف دكاتره، نعم. في منهم دكاتره الطب البشري حق استشارات معينه، نعم وفي دكاتره الصيدله ودكاتره الاسنان. نعم شيء جميل الصراحه فعاليه جميله وحلوه انكم انتوا قاعد تسوون كذي مع الاطفال عشان يتوعون اكثر ويفهمون شنو قاعد يصير معاهم في الطبيب، قالوا بنسالك الهدف. الهدف أنت قلتي كسر الخوف عند الطفل في هدف ثاني أنت يعني قاعد تفكرون فيه سويتوا هذه الفعاليه الهدف الكبير مم. هو انه يكون تيدي بير هوسبيتال مستشفى تيدي بير يتطبق بكل مستشفيات الكويت <applause> سواء خاصه مستشفيات خاصه او مستشفيات الحكومه نعم. لان راينا ان يستحق كل طفل يتعامل بطريقه يعني ان نراعي شعوره، نراعي انه هو خايف، نراعي نحترم انه بالضبط يعني. ونحترم انه هو يستحق انه يعرف شنو قاعد يصير فيه، يعني. مو نعامله كشيء اخر، فانه تكون الهدف الكبير الكبير انه يكون بكل مستشفيات الكويت، والهدف ان شاء الله أن نكمل إن نسوي برنامج سنوي انه يكون كبير على مستوى الكويت مثلا بالاسواق او او بالاماكن اللي او كذي وهم آه. ان نكمل نروح حق المدارس ونسوي ون على طريقه اصغر ون على طول السنه يعني نروح نعم. نكمل بالمدارس طبعا نعم. مثل ما عرفنا المستشفى مصغر موجود في احدى المجمعات التجاريه شلون يعني عبد الله شفت رده فعل الناس لما يشوفونكم الاطفال اللي حوالين يعني اللي حوالينكم شلون كانت رده فعلهم يعني كانوا مثل مصدومين الكل حاب يجرب ال... شلون كان يعني هو اول شيء الفكره يعني تقريبا شبه جديده على الناس ان اول مره يكون شدي... ان يدشون بمول ونقول انا في مستشفى وان ولدك راح يصير هو الدكتور وفي دب صغير هو راح يكون المريض ولدك راح يعيش مرحله الدكتور مع الدب هذا على طول المستشفى فالكل كان يبي يجرب في ناس اساسا من يعني من السوشيال ميديا من انستغرام من تويتر هم كانوا يجون على البوستات اللي كانت تصير ويدخلون عيالهم يعني جايين نعم. اساسا المجمع عشان تدبير هوسبيتال نعم, نعم. ما شاء الله انت دكاتره جروب يعني من دكاتره نبي نعرف منك دلال انت يعني القائمين على هذه الفعاليه دكاتره في تخصص واحد وما مختصين في تخصص واحد ولا تخصصات متعدده احنا كلنا طلبة طب فتحنا الباب على الطلبة وهم دكاترة في كذا دكاترة متخرجين أحبوا انه يشاركون دكاترة باطنية وطلبتنا هم فتحنا الباب التسجيل على طلبتنا الصيدلة طلبة الصيدلة وطلبة الاسنان نعم. فكل هالكليات موجودين كفريق فريق يعني. تطوعي نعم. ونعطيهم هم المحطه اللي مثلا اللي تطبق عليهم، نعم. مثلا معطين اولويه مثلا حق طلبه الصيدله أن يشتغلون بالمحطه مالت الصيدله، عشان هم هم يقدرون يطبقون اللي قاعد يتعلمونه بتدي بير بحياتهم يعني كصيدلاني. <applause> لما يتعامل مع الاطفال. نعم. انزين نعم. <applause> طيب انتم طلبه الطب يعني نعرف ايش كثر دراستكم صعبه. وايش كثر يعني تدورون الدقيقه عشان يعني تدرسون، شلون قادرينكم توفقون بين المستشفى هذا وبين دراستكم؟ بس الطب يعني هو كطب احنا من يعني وجهه نظر جديده بالمجتمع وبالعالم ان الطب مو بس علاج، الطب هو بدايه العلاج تكون توعيه حق المجتمع. صح. فهذه هي بارت من بارتاتنا ان احنا نوعي المجتمع، واحنا دورنا كطلبه في كليه الطب نحن لازم نوعي المجتمع على اشياء بسيطه فيبناها حق الاطفال انه يكون بجانب شوي فن شوي فحطينا المستشفى وانه هو يكون دكتور فمنها هو يتعلم ومنها شيء يعني يونسه انتم ما لقيتوا صعوبه يعني انتم دراستكم أقول لكم صعبه يعني وقت وقتكم محدود يعني اوكي انتم حابينكم تحبون الاطفال بهذا المشروع حابين المشروع ينجح ما لقيتوا صعوبه يعني حسيتوا انه في ضغط زياده علينا كل شيء يصير اورجنايز يعني احنا بالنهايه قاعد ننظم وقتنا حق التدبير هوسبيتال وننظم وقتنا حق الدراسه نعم. فكل شيء منظم واحنا كطلبة طب نحتاج هذا الشيء لان احنا راح نشتغل بالنهايه از تيم جوب يعني احنا كدكاتره كلنا فريق واحد فلما تكون داخل التديبر كنا اورجنايزر نعم. احنا نكون وان فاميلي كنا عائله واحده وكنا قاعد نعم. نشتغل نفس التيم حلو انه يكون في تنظيم بحياتكم وحلوة هذه الفعاليه اصلا انك انت تخصص لها وقت من يومك دلال نبي نعرف الفئه العمريه يعني انتوا قلتوا يا هل ممكنكم يعني تكسروا تكسرون الخوف عندهم ويصير هو الدكتور بس نبي نشوف الفئه العمريه من من عمر كم لكم هو حق مستشفى تيدي ما ودنا نرفض اي احد فمو مخلين يعني فئة عمرية محددة يعني مو مو محددة يعني ما راح نرفض مثلا طفل عمره سنتين او ثلاث سنين حتى لو يعني هم يقدرون يفهمون حتى لو مو شرط نقدر نشرح لهم بتفصيل التجربة اللي قاعد يمرون فيها مثلا الفحص او صح. او الاشعة بس هم وايد كيوريوس وايد وايد يبون يعرفون يبون يجيسون الادوات يبون يعرفون شنو قاعد يصير صح. فهم من هالشيء حتى لو شيء بسيط يعني ممكن يتعلمون منها وأنا كيعني أهم أنا مريت تجربة لما كنت صغيرة إنه كان عمري بس أربع سنين وأهم للحين أتذكر التجربة ما تريبي اللي عشت فيها برا فيعني انا ما حبيت احدد ان ما حبيت ان ارفض اي طفل عشان يعني ممكن يستفيد حتى لو بطريقه صغيره صح فعلا يعني دائما الواحد لما يسأل اشياء وهو صغير الانطباع الجيد اللي ياخذه مثلا عن دكتور عن شغله معينه عن شرطي ظل يعني راسخ في ذهنه حتى لما يكبر فأنتم اكيد ما أنكم يعني أعطيته فرصه للاطفال انه ياخذون صوره ايجابيه عن الاطباء يعني خصوصا انتم موجودين في مول يعني, يعني مو كان يخرع انه يعني ما بيروح طبيب ولا شيء كذي لا انه بدايه يحسون انه لا احنا رايحين مكان نستانس يلعبون بعدين اذا مثلا والده او والدته يبي يروحون مثلا ياخذون المستشفى ما راح يقول لا راح يذكركم م. فهذا شيء جميل طيب شلون الناس تقدر تتواصل معاكم يعني شلون يقدرون يكلمونكم عندنا حساب بتويتر وبالانستغرام شنو التويتر ممكن ذكر مره ثانيه تي بي اتش اندرسكور كي دبليو تي نعم ثانيه تي بي اتش اندرسكور كي دبليو تي نفسه بالتويتر والانستغرام نعم اكيد راح يحط لهم الحين تحت الشاشه والكل ان شاء الله يتواصل معكم اللي حاب يتواصل معكم ده كلمنا اكثر عن هذه الفعاليه يعني ردود افعال يعني ردود الافعال من الاطفال نفسهم شنو كانت احلى شيء طبعا أول, اول زائر حق بير هوسبتال كان طفل اسمه حمد أه وحمد لما دش اول محطه اللي هي مالت الفحص العام لما سمع صوت قلبه وايد <applause> استانس آه، <applause> آه، كنا اول مره يسمع شيء شيء كان جديد عليه، وهم هم الحلو أن نعرف انه هم شلون الايماجينيشن مال الاطفال قاعد يفكرون مثلا لما حطيت السماعه على الدب، طبعا هو الدب ما عنده قلب ماكو صوت مثلا راح يسمعه، <applause> بس لما سالته شنو قاعد تسمع؟ قاعد تسمع شيء هو من نفسه قام يسوي يعني قام يتخيل اشياء من نفسه. <applause> واهم احلى شيء بالاشعه انه اول مره يكتشفون انه ممكن يشوفون عظامهم وانه هذا العظام مثلا داخل بس اقدر يشوفها على على فيلم يعني حاطين جهاز ممكن انه يشوف بالضبط احنا مم. انا جايبه الاشعاعات من اطفال يعني مم. ايد طفل وريل طفل فممكن حتى هم يحطون ايدينهم يم الصوره ويقارنون ويلاقون العظمه نفسها حلو أم. وطبعا محطه الاسنان هي اكثر محطه فيها الزحمه لانه مستانسين على الفرش وشلون ينظمون على غير العاده يعني عاده الطفل ما يحب يروح لطبيب طيب الاسنان بالضبط يعني فهذا حلو. هو يعني بالطريقه هذه قاعد نخلي الاطفال وايد مرتاحين وايد متفتحين انه يتعلمون وان شاء الله تستمر معاهم عزيزة. الذكرى وهم احنا نعطيهم ليسن تيدي بير هوسبيتال ليسن اللي هو حلو. هذا ويقول أن تشهد هذه الرخصه أن صاحب الرخصه الشجاع لم يعد يخاف من الاطباء والمستشفى. ممتاز. نكتب اساميهم وان شاء الله يعني تظل معاهم وكلنا روح ممكن و... نشوفها دلال طبعا هذه هي الرخصه هذه هذه رخصتي طبعا هذه راح اخذها انا من دلال ما راح تحق دلال طبعا عبد الله ودلال هذه يعني راح تنظمون الفعاليه مو اول مره أكيد. اكيد صارت في اخطاء في المره هذه هي ال... عشان نشوفها الكاميرا أه في اخطاء وقعتوا فيها او في اشياء صارت شنو الاشياء المره الجايه بتعدلونها يعني, يعني... تتفادونها اول شيء نبي لان قاعد يصير زحمه لانه احنا توقعنا ان الاغبال ممكن يكون بس احنا اليوم دشينا برغم 1500 طفل مشاركه التدبير خلال الويكند اللي اي يعني احنا قاعد نسجل عشان نبي نفرز العدد اللي اللي زار المستشفى يعني عندنا احنا الشفتات شفتات, شفتات مقسمين كل اربع ساعات مدة 12 ساعه نعم يعني تقريبا بالشفت الواحد قاعد يدش لنا 200 الى 300 طفل اليوم وصلنا 1500 ماشا. طفل ماشا. من الخميس وان شاء الله احنا الاسبوع الجاي بعد راح نكون متواجدين أنتم بلشتوا الخميس؟ سمفوني اي بلشنا الخميس خميس يوم العسل وان شاء الله الاسبوع الجاي الويكند الجاي خميس يوم السبت تاريخ 20 ل 22 راح نكون متواجدين في مجمع سمفني يعطيكم العافيه والله يوفقكم <applause> <مصرحة. تصفيق> يعطيكم العافيه الصراحه استمتعنا في الحديث معاكم اليوم عبد الله الكندري ودلال لحمدي اعضاء في فريق التطوعي لتدي يعطيكم العافيه الله يوفقكم في هذه الفعاليه <applause> انا بقول لكم دلال وعبد الله اقول لك وما <applause> <عادل> راح <applause> اعطيكم هذا لان انا اخذت لي <applause> مشاهدينا مكملين حلقتنا معاكم نطرونا من بعد هالبريك رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل نكمل معكم اخر فقره من فقرات رايكم شباب نرجع حق موضوع حلقتنا هل المعلومه تقراها بالانترنت جوجل صحيحه برايك المعلومه الاكثر مصداقيه هي اللي تقراها في الكتاب او اللي تطلعها من جوجل اي طبعا كانت احنا الثنتين كنا متفقين ان الكتاب هو اضمن والمعلومة دائما تكون صحيحة فيه أما جوجل تكون من تجارب ناس شخصية أو تكون معلومات أنت مو متأكد من صحتها فدائما تشوف حتى الأغلبية بتويتر أنا بقول أنا مش حق اللي قاعد يتابعونا ترى أنا مشتاقة حق كلامكم الطيب مشتاقه حق مشاركاتكم الرائعه فاليوم تويتر موجود فابي اشوف المشاركات ابي اشوف من اللي قاعد يتابعنا الحين يتواصل معنا على سؤال حلقتنا تتوقعوا منو اصدق كاننا ناخذ منه معلومه جوجل ولا ناخذ من الكتب طبعا انا احب اقرا من الكتب وايد انا وايد احب اقرا كتب صح وان شاء الله يا رب يعني افيدكم بالكتب اللي موجوده عندي واحس انه لا لما اقرا المعلومه من الكتاب انه خلاص يعني هذه مصدقه <applause> اي <applause> إيه بس لما اخذها من جوجل اقول متردده ما ادري إيه وشوفي انا قلت لك في البدايه ان حتى الدكاتره بالجامعه لما يبي يسوون بحث مثلا يطلبون منك بحث او شغله ما يقولوا لك طلعيها من جوجل ويقول لك ممنوع ممنوع ويعرف صح ويعرف المعلومه ترى شفت الكلمه اللي احنا نحطها مثلا لما دور عمود اي فتطلع مواضيع الدكتور ممكن يروح يشيك عليها فيقول صح. لك روحي اقري كتاب انت شخصيا تستفيدي منه وانت ايضا تاخذين معلومه صحيحه 100% بالمئة تدرين اول لما بسوي بحث لما كنت بالجامعه اذا بسوي بحث وين اروح؟ اروح المكتبه العامه موجوده في كل منطقه يعني يمكن مناطق معينة اللي ما فيها أروح أقعد أبطل الكتب أخذ كل المعلومات اللي أبيها وأرد أنسقها بالبيت صح. يعني أصلا المكان حلو حلو إنك تحسين نفسك واثقة من كلامك حتى لما تروحين تبي تسوين برزنتيشن ولا شيء في الجامعة لما تيجي تتكلمين أنت واثقة ماخذة ما المعلومة من مكان يعني واثقة منها حاسة المعلومة صحيحة 100% صح طبعا حتى عندنا بالجامعة عندنا بعد مكتبة مميزة اللي مكتبة جابر الأحمد طبعا ضم موسوعات رائعة جدا وكتب قيمة جدا ممكن اي انسان يروح عشان يتخذها مرجع له للمعلومات الصحيحه ابي اشوف اراء اللي قاعدين يتابعونا الحلوين آه طبعا كلام جميل قاعد يكتبون شيخه لي ولت آه من حبيل. فطومه تحيه كبيره لفطومه انا بإجابة على سؤال حلقه اليوم يعني ابي اخذ رايكم آه طبعا شكرا لكل اللي قاعد يزون منورين الشاشه الشيخه ومشاعل منوره شعوله شكرا الشيخه ومشاعل حبيبتي منورين من فطوم من جازان شكرا يا حبيلتي. فطوم آه ايضا آه آه نوني نوني شكرا على الكلام الحلو اللي كاتبته يا نوني آه اسماء مرغم وايد يا اسماء آه ايضا في عندنا نك بس اللي نكنام 70 حرف يمكن كاتب مساء الخير جميعا نقول لك مساء النور انا احبكم مره ومرضكم حلو شكرا ما تقصرون طبعا ابي اجابه على راح ادتشوف ما راح اقرا الكلام ايوه يتلي اجابه الكتاب طبعا افضل صديق بالحياه الكتاب باي مجال تحبون تقرون انت وشيوخه شيخه في سؤال يا أنت تحبين تقرين في اي مجال انا يمكن اقرا معلومات عامه كتاب في معلومات عامه استفيد من المعلومات واكثر شيء اقرا الروايات حلو، م. أنا طبعًا ما تستهويني وايد الروايات، أحب أقرأ كتب علم الاجتماع وكتب في علم النفس، طبعًا كتب اجتماعية، كتب شلون ممكن أنت تغير من شخصيتك وشلون ممكن تفهم الحياة، شلون ممكن تبتسم، هذه أكثر الكتب اللي أنا أحب يعني أقرأها، وفي كتاب عندي مميز يمكن أنا قلت حق موعدنا علي شويطر كتاب رائع جدًا يضم أسماء كبيرة يعني ممكن تستفيدوا منها اللي هو كتاب بيادر العمر، يعني كتاب خطير يعني أتمنى من الكل اللي يحبون يقرون يقرون هذا الكتاب لأنه يعني شنو مشاعل؟ مقولات أي مقولات حلو. حكماء شعراء كل الأشياء المميزة رائع جدا قاعد أقول لك هذا يعني حلو. إذا تبي تسوي مثلا بحث أو تبي تسوي موضوع تأخذين مقدمات أخذي منها يعني تأخذين حلو. يغير حياتك شوفي يعني عن الكتاب هذا بصراحة ما أعطي حق أحد يعني ايش كثر يقولوا لي مشاعر نبي الكتاب انا اقول لهم سوري اكيد موجود في كل لا انا سالت مره قبل فتره ما كان موجود يمكن الحين موجود ما ادري بس مو موجود بس ممكن الواحد يستفيد منه ويعتبر مرجع لمقولات رائعه جدا وموثوق فيها يعني مو انه ماخذينها بس سوي لك أبو علي ويبيلي اياه اياه اسبوع تقرين الكتاب وترجع اياه بس اسبوع اوكي اوكي طبعا مم. من الكتاب اصح بس الجوجل اسرع من, من اسماء آه، جوجل اسرع فعلا بس المعلومه هل تكون دقيقه يعني هذا رايك واكيد احنا نحترمه بس ما اتوقع ان المعلومه تكون دقيقه جدا يعني ممكن تلاقي 60 الف شخص كاتب آه، كلام مختلف هذا اللي احنا قاعد نقول عنه بس بالنهايه أك اكيد المعلومات البسيطه ممكن احنا ناخذها من جوجل شيخه تبي تقولين شيء لا حبيبتي يعني ممبر... أنا في في بولاي. في وايد كلام بعد قلت شكرا اللي قاعد يكتبون وحشتيني واحبك وهالكلام الحلو ايضا عندنا ليش اضحك شيخه ما ادري آه طبعا عندنا تقول ما يختلف اثنين على ان الكتاب مصادره ومعلوماته موثوقه اكثر من اي مصدر اخر من حياه الجهني شلون يا حيوتها يا حلوه آه ايضا عندنا شعول احس كتاب افضل الإنترنت وجوجل كل يقدر يدخله ويكتب بس كتاب صعب انه يقدر صاحب الكتاب آه تقول يفتي بس كتاب أضمن سلامي شعولة مشيوخ عبد العزيز تحية كبيرة ليتش طبعا آآ آآ بقول شغلة بقول معلومة مهمة طبعا مو كل كتاب مو كل الكتب صحيحة ولا كل الأفكار المكتوبة فيها صحيحة أنا قريت قبل فترة كتاب اوكي حلو. كان يتكلم عن المؤسسات اللي موجوده في دوله الكويت المؤسسات الثقافيه الموجوده في دوله الكويت م. طبعا الكتاب هذا آه مو كامل كان كان في معلومات ناقصة كان في مؤسسات يجب أن تذكر في هذا الكتاب في الكتاب هذا لم تذكر فكان الكتاب ناقص فمو كل الكتاب أيضا الكتاب يضم معلومات لأن... كافية وافية. لأن ممكن يكون الكتاب يعني يعتمد على المؤلف نفسه هو شنو كاتب وجهة نظره هو شنو كاتب بالكتاب يمكن هو مو مو نفس وجهة نظرك يمكن هو مو نفس, نفس تفكيرك فهو يكتب تفكيره هو وجهة نظره هو بالكتاب فممكن هو يعني ما يفيدك الكتاب أو اذا انتين وجهة نظره أهوة عرفتي اوكي اذا انت عندك معلومه إيه؟ وتبت تتاكدين منها 100% شو تسوين انت يا شو تسوين 100% انا ابي اخذ هذه المعلومه صحيحه احنا مو قلنا الحين قارنا بين جوجل إيه؟ وقارنا بين الكتاب إيه؟ إيه فشلون أتأكد إميا أروح أبطل مصادر أشوف أكثر من مصدر برافو وأشوف شلون شنو شلو المعلومة الصحيحة أدور وايد صح, صح مو كتاب كتابين عشان لا نحكم على هذا لا الموضوع مصادر عدة. إيه فلازم نقرأ كتب وايد والله أنا أذكر يعني هدية بعيد ميلادي السنة اللي طافت مم. كتاب اسمه أمراء ونساء وشعراء أو نساء وشعراء وأمراء يعني هو بالترتيب كذي فكنت يعني ضايق خلقي فكنت قاعدة أقرأ يعني حلو. حطيت نظارتي وقاعدة أقرأ 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 قبل يومين الدكتور بالكلاس قاعد يتناقش عن موضوع معين كان <applause> أرد عليه كان أقول لا دكتور هو ما قال كذي أنا قريت له حادثة يعني فصلت للموضوع كامل كان يقول لي أنت شو اسمك؟ يعني أنا يعني استغرب ان اي ان العجب ان انا عندي خلفيه ثقافيه خصوصا ان الموضوع ما, ما كان ما يتكلم تجرين. عن علم الاجتماع مشاعل اكيد لما تقرين هذين الكتب تفيدك وايد يعني تكثف ثقافتك هو لازم احنا تكلمنا قبل هالمره هال ان احنا لازم كل اه الشباب يقرون عشان يثقفون لان الكتاب وايد شيء مهم صح لازم تقرا اذا ما لك خلق تروح تشتري كتاب او ما تقدر تروح ما عندك وقت ترى جوجل لما تكتبين كتاب يطلع لك الكتاب تقدر تقرين الكتاب مع اصدقائي ابدل الكتب اللي يقرون صح. كتب آه اذا مثلا واحد جاي آه يتناقش معاي تتوقعين إن انا شنو سلاحي كتبي كتبي آه انا صح. شنو قريت ثقافتي انا شلون ارد عليه ارد عليه بس اقول له لا والله انا افهم وأفهم, وافهم وأفهم وانا ما في خلفيه ثقافيه لا بالعكس انا عندي كتبي اللي تعتبر مصادر موثوق فيها طبعا خير صديق لهذا الزمان الكتاب, الكتاب. فعلا انا شد يعني نسي كل شيء تقعد تقرا تستمتع تاخذ معلومات تكون مثقف تكون قوي تكون عندك ثقافه عندك ثروه لغويه تاخذها من هذه الكتب خصوصا بعض الكلمات ما تكون واضحه تاخذها تروح لل شيء معجم ادونك كابليس وطلع معنى هذه الكلمه فبالنهايه جميعنا اتفقنا طبعا حتى مع متابعينا ان الكتاب, الكتاب هو مصدر موثوق فيه نعم. اكثر من جوجل صح مشاعل هذا الاتفاقنا كان وانا اتوقع الكل يتفق على هالشيء حتى لو يفكر حتى لو هو متعود على جوجل لما يدش راح يشوف انه مو كل المعلومات صحيحه حتى الكتب قلنا ما يعني مو كل مره يكون صحيحه فلازم تروح تطلع اكثر من مصدر عشان تتاكد من المعلومه اللي تبيها انت تحت حلقتنا اليوم تبين تقولين شيء مشاعل انا ابي اقول شكرا لك وابي اقول ان شاء الله يا رب كل اللي قاعد يتابعنا يكون استفاد وشكرا على الكلام الحلو قاعد تكتبونا لي احبكم كثر الدنيا كلها حبيبتي أكيد هم يحبون تشعولة يعطيك العافيه شكرا اليوم وكل الشكر حق اللي كانوا معنا بالاستديو ضيوفنا وكل اللي كلمونا في تويتر ثانك أه, وايد نشوفكم في حلقه جديده باكر مع السلامه